بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ نوري الأحمد الجابر المبارك الصباح، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم أسرة الصباح الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتين مماثلتين إلى أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وأخيه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة.